هنبدأ بأول مكالمة ومكالمة في غاية الأهمية. مهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي. مساء الفل عليك يا باشمهندس. مساء الفل عليك كابتن أحمد، ونورت شاشة بيتك قناة الأهلي، وطول عمرك حارس الأهلي، وربنا يوفقك يا رب كده، ودايما قناة الأهلي يعني تبقى ترند، ويبقى الفيور شيب بتاعتها يعني تفوق كل القنوات إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك، وبشكر حضرتك، بشكر كابتن محمود الخطيب، بشكر هشام جمال، بشكر مجلس الإدارة بالكامل على الثقة دي، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نكون قدها يا باشمهندس بإذن الله. ربنا يوفقنا جميعا. طمني، النهاردة كان في اجتماع برئاسة حضرتك مع مسؤولي الفيفا بخصوص مباراة العين، يا ترى أبرز ما جاء في هذا الاجتماع؟ والله بقى كان فعلا اجتماع، يمكن ده الاجتماع الرابع تقريبا عشان هذه المباراة يعني. طبعا دي حاجة، حدث كبير جدا طبعا، الافرو اسيوي دي، وهم طبعا تعرف الفيفا بيبصوا على كل صغيرة وكبيرة، على كل ما الاحداث المطلوبة والتسويق والبراندنج والدراسي، كل ما يعني ما فيش صغيره وكبيره الا ما بيتكلموا فيها. والحقيقه كان معايا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وكان معايا حنان الزيني وهي ماسكه التراخيص، والحقيقه حنان بقى لها كبيره خبره كبيره معايا ما شاء الله عليها في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاحداث في الحدث ده، لانه بعتبره انه ده هو نفس الحدث بتاع الفيفا كلاب وورلد كاب او كاس العالم. وبالتالي النهارده كنا بنتكلم على كل ما يخص الاوبريشن او كل ما يخص العمليه يوم المباراه وقبل المباراه بيومين، اللي هي بنسميها ماتش داي ماينس 2 وماتش داي ماينس 1، ووصول العين ووصول الويب بتاع الفيفا. واحنا خلي بالك كل التكلفه بتاعه هذه المباراه هتبقى على يعني عاتق النادي الاهلي. تكلفه اقامه الفيفا اوفيشال، تكلفه الحكام، كل البراندنج اللي هيتعمل في الاستاد، الاوبريشن نفسها كلها على حساب النادي الاهلي. فالنادي الاهلي هيدفع مبالغ كبيره جدا، والنادي الاهلي فقط هيبقى له دخل المباراه فقط، هو اللي هو يقدر يغطي بيه مصاريفه. اتكلمنا النهارده عن الاجتماع الفني، اتكلمنا عن الاجتماع الامني، اتكلمنا على الامن طبعا، وانا بشكر الامن وبشكر المباحث، والحقيقه ناس متعاونه معانا جدا، وادونا يمكن حوالي يعني نقدر نقول ساعه كامله لو قلنا 52,000 تقريبا وشويه، ودي حاجه محترمه جدا. 52,000 وشويه الساعه اللي هتحضر مباراه الاهلي والعين الاماراتي. بالظبط كده. ودي طبعا يعني الحقيقه ناس ما بتتاخرش عنا، لازم نشوف يعني تقريبا ساعه الاستاد كامله، لان ساعه الاستاد كامله 62,000. انت عندك خلي بالك يا كابتن احمد، انت عندك ساعه الاستاد الكامله حوالي 67,000، انت عندك المدرج بتاع الدرجه الاولى يمين فوق العلوي ده بيبقى مقفول ما بيبقاش فيه، وعندك بقى الامن والحاجات دي كلها بيخش لها بحوالي 10-12,000 تقريبا يعني. فبالتالي احنا نقدر نقول كده ان هي ساعه كامله، ودي برضه يشكر الاجهزه الامنيه كلها. اذا انا بقول عنوان عريض، 52,000 متفرج ساعه او عدد التذاكر التي ستطرح للمشجعين في مباراة الأهلي والعين، ده غير حصة نادي العين يا باشمهندس خالد. بص، هي حصة نادي العين طبقا للفيفا هي 30 واحد يعني بالظبط 30 كات 1، او بنقول بمعنى اصح هم 36 بياخدوا تكنيكال سيتس ورا البنش بتاعهم. ما بين بقى عائلاتهم وما بين الناس اللي ده طبقا لقانون الاتحاد الدولي يعني، ليه 36، وهم بقى طالبين يعني. هم الحقيقه احنا كان برضه في تواصل ما بيننا وما بينهم من حوالي 3-4 ايام، وهم طالبين كان حوالي 1000 تذكره درجه اولى، احنا عاملين لهم لغايه 2200، وده برضه قرار جميل. وعاملين لهم حوالي 300 تذكره للفي اي بي اللي هي في المقصوره الاماميه اليمين اللي تبقى جنب الجمهور بتاعهم. عاملينها كدعاوه ولا بفلوس؟ لا بفلوس، بفلوس احنا تمام، بروفيشنال تمام. هم التكتيكال تيم ده ليهم هم تقريبا حوالي 2 في اي بي بتاعهم كده، الباقي كله بيبقى بيشتروه يعني. تمام طيب، يبقى كده خصصنا ال 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 النهارده كان عندنا برضو لجنه مباريات، واتفقنا ان شاء الله ان هيبقى ثمن التذاكر هيبقى 100 جنيه للدرجه الثالثه، 250 للدرجه الثانيه،
500 للدرجه الاولى و1500 للمقصوره الامامية. طيب دي اخبار سعيده لجماهير النادي الاهلي واول الاخبار الجميلة.